السلام عليكم. شفت أين حق شغل بيت جديد شغل سبق كيف سوي ستارد؟ أول شيء هذا لسا أسود موجود، هذا أول شيء سوي سنفرا هجر، سوي سنفرا هجر عشان هذا لسا يجي نام، هذا فوق في خشن رمل هذا نزل، سوي سنفرا هجر بعدين يجي هذا جدار نام. خلاص سوي سنفرا حجر بعدني جي جدار غبار، يعني سم سم هذا سمت غبار جي لازم سوي غسيل. هذا هذا بس آئنا يعني غسيل بالحوز، يعني غسيل بالمويا حوز، هذا بيت يعني داخل غسيل بالمويا حوز، سوي غسيل هذا. خلاص غسيل بعدين لازم خلي حق نشف، خلي نشف جدار كويس بعدين سوي اساس برايمبر. خلص هذا اساس برايمبر بعدين خلي هذا بعد يوم كده حق نشف. هذا كراك فيلر، هذا كيس مجون بودرة، هذا خلطت سوا سوا مويا. اول شيء بعد غات ركب هذا مجون بودرة، هذا يجي بودر سيم سيم، هذا يجي شركة جزيرة وبعد يجي شركة سويتو، ما يجي شركة جوتن، هذا شركة جزيرة يجي وبعد يجي سويتو. هذا هذا كيس بودرة مجون، هذا ركب سيم سيم كراك فيلر عشان في موجود هذا شلخات في مكان كراكات، هذا سوي يجي سكر. اقدر في موجود كراكات كبير، هذا لازم سوي جراندر، سوي جراندر وبعدين ركب هذا مواد جزيرة التيميت. في كراكات كبير لازم سوي جراندر هذا قبل، يعني هذا مجون. او اقدر ما في كراكات كبير على طول سوي هذا كراك فيلر. خلاص هذا بعد غات هذا كراك فيلر، لازم يبقى وقت هذا نشف. لين سوي مجون جاهز، مجون جاهز، هذا يجي جاهز درم، هذا سوي واد غات تاني غات تالت غات، يعني يجي نام جدار. هذا هذا مجون جاهز، هذا يجي كله شركة جوتن جزيرة هيمبل سجما افاميا كله، يعني شركة هذا يجي مجون جاهز. هذا ركب واد غات بعدين هذا نشف، بعدين ركب غات تاني، بعد هذا نشف، بعدين ركب غات تالت. خلاص ثلاثة غات هذا مجون جداري جي نام. بعدين سوي سنفرا ورق، هذا سوي سنفرا ورق رقم 150، سوي سنفرا ورق وسوي تنظيف بالمخمة ورقم مرة ثانية اساس ابيض، ركب اساس بعدين خلي واد يوم كده نشف هذا اساس، بعدين اختيار لون وركب غات هذا لون اخر، يعني اثنين غات وثلاثة غات.